الأولمبية بنيمار. الكثير من الكلام حول أكثر من اسم مهم جدا سينضم إلى برشلونة قريبا. كرة من جانب توني عرضية يبعدها الدفاع، تصل عند بوسكيتس، لمسة إلى للأمام، محاولة من جانب إسكو. إسكو في بناء الهجمة لريال مدريد، تحرك من جانب مارسيلو، إسكو يلعبها لمارسيلو، الميرينجي مع كرة عرضية، كرة هدف الميرينجي، هدف أول لريال مدريد. نعم نعم، ميرينجي جميل، عرضية مارسيلو، خطأ من جانب بيكي، يضع الكرة في مرماه، شوف مرة أخرى إسكو وراء كل كرة، مارسيلو عرضية، بيكي يسجل في مرمى فريقه، بيكي وليس غير بيكي، وبالتأكيد بيكي الذي دائما ما يأمل أن يسجل في مرمى ريال مدريد، أن يتألق في الكلاسيكو اليوم يسجل في مرمى فريقه. لقطة صعبة جدا على بيكي، حسرة كبيرة على بيكي مع الخطأ الذي لم يكن متوقعا. يسعدها لريال مدريد، يلعب كرة لكنها بالخطأ، يسعدها البرصة أمام هذه الكرة لليو، قوية ونباص على مرتين، لا زالت خطيرة لبرشلونة، تعود مرة أخرى لسيرجي، أي هجوم، أي اندفاع، أي ضغط، أي محاولات، أي برشلونة، أي ليوب، قوية من ليوب، وسواريز، وسواريز، ركلة جزاء، ماذا؟ نعم، نعم، ركلة جزاء، ركلة جزاء لبرشلونة، بعد ضغط رهيب للبرصة، بعد هجوم رهيب للبرصة، يحصل سواريز على ركلة جزاء، يعود البرصة لأجواء المباراة الآن، عند الفرصة ليتعادل من علامة الجزاء بطاقة صفراء. ضيع بوسكيتس الهدف، بالتأكيد ميسي يحاول أن لا يضيع هذا الهدف لبرشلونة. شوفه مرة أخرى من نافاس، نافاس لمس سواريز الذي يحصل على ركلة الجزاء. يا جماعة، أقول سواريز مش في أفضل حالاته، هذا هو مش في أفضل حالاته، هذا هو يحصل على ركلة الجزاء بذكاء كبير. الآن برشلونة لديه الفرصة ليتعادل في النتيجة. ليونيل ميسي من أجل العودة، ليو من أجل أن يسجل في الكام نو المرة الأولى على مستوى الكلاسيكو منذ موسم 2012 بالنسبة لميسي. ميسي الأكثر تسجيلا في السوبر الإسباني، ميسي اللي دائما وراء كل فوز وانتصار لبرشلونة. كيلور نافاس يحاول أن يتلاعب بأعصاب اليوم، يحاول أن يتلاعب بأعصاب اليوم، يا لها من دراما ويا لها من إثارة، يا لها من إثارة ويا له من انتظار. ليو نافاس، ليو نافاس، ميسي ونافاس، ليو نافاس، ليو يعود ميسي وتعود برشلونة. نعم، يسجل ليو في مرمى ريال مدريد في الكامب نو من علامة الجزاء، وعودة الروح والابتسامة والفرح لمدرجات كامب نو بهدف التعادل من جانب ليو. شوفها من علامة الجزاء، أراد نافاس أن يتلاعب بأعصاب ليو، أراد أن يشتت ذهن ليو. ميسي أمام أكثر من لاعب يحافظ على كرته، ميسي يبحث عن سواريز، طويلة خلف المدافعين، ذكية للويزيتو، سواريز يلعبها بالكعب، جميلة راكيتيتش، لكن الدفاع، يا إلهي يا إلهي، على الكرة الأخيرة، على المرتدة، على الانطلاقة، على اللمسة، على إسكو، على التمريرة نحو كريستيانو، خطيرة لريال مدريد، واحد على واحد، رونالدو مر، يلعب كرة، كريستيانو الكبير في اليوم الكبير، يا له من هدف يا رونالدو، يا له من ضربة يا رونالدو، تبا لك يا كريستيانو، قلب الصغير لا يتحمل. شوف اللقطة الرائعة، شوف المرتدة، شوف اللمسة من إسكو والمرتدة السريعة، وين بيكي، وين بيكي، ذهب أدراج الرياح، وينها الكرة بعيدة في الزاوية المستحيلة، لا مستحيلة عند رونالدو. هدف ثاني لريال مدريد
في ملعب كامب نو مرة أخرى، الأرض المفضلة لكريستيانو اللي سجل فيها أكثر مما سجل في برنابيو على مستوى الكلاسيكو. واحدة من ليو وإن كانت من علامة الجزاء، واحدة من كريستيانو من ضربة رائعة جدا وبطريقة يحتفل صاروخي ماديرا. الآن كريستيانو دخل وسجل، والآن محاولة من جانب أسنسيو، مر أسنسيو يلعب هبينية خطيرة لكريستيانو، عدا وبعد ذلك طالت عليه وحكم المباراة. إلى ماذا يشير؟ إلى ماذا يشير؟ أوه، إنذار ثاني وطرد لكريستيانو رونالدو. نعم نعم، حكم المباراة اعتبر أنه تحايل، تمثيل من كريستيانو.